حول طبعا زي ما قلت في البدايه هيبقى معانا الدكتور زاهر حمدان، وهو الطبيب المثالي على مستوى الجمهوريه، وهذا هو ما اعلنته النقابه العامه للاطباء برئاسه الدكتور اسامه عبد الحي الذي اعلن الطبيب المثالي على مستوى الجمهوريه وهو الدكتور زاهر حمدان. الدكتور زاهر حمدان هو ابن من ابناء مركز نقاده بمحافظه قنا، استشاري اول الاشعه التشخيصيه بمستشفى ازيس التخصصي بالاقصر، حاصل على العديد من طبعا الرسائل العلميه كما تتابعون. هذا هو الدكتور زاهر كما تتابعون معنا على الشاشه. حفل تكريم مقيمة في هذا الشهر يوم 11 من مايو الجاري، حصل على دبلوم إدارة المستشفيات، وكما قلنا هو استشاري أول الأشعة. سنتعرف ونبارك أولا للدكتور زاهر حمدان على هذه الثقة الغالية. دكتور زاهر أهلا بك معنا عبر شاشة قناة طيبة. السلام عليكم مساء الخير، ازي حضرتك؟ نبارك لحضرتكم ونبارك لأنفسنا أولا هذا التكريم. ربنا يبارك فيك حضرتك، ربنا يبارك حضرتك. يعني اولا يعني الى اي مدى يعني هل يعني قمت بتقديم رسمي لهذه المسابقه ام ان الامر جاءك مفاجئا؟ يعني والله لو قلت حضرتك ان هو كان مفاجاه كبيره جدا، يعني انا يعني زمايلي في النقابه العامه الاطباء الدكتور ابو بكر والدكتور احمد حسين، رغم ذلك والله تاني انا لم ما علمتش بالخبر ده غير بعد ما تم الترشيح، وتم كمان ان انا اكون من ضمن الاعضاء. على برضه عايز اقول لحضرتك حاجه، ان هم مش واحد بيبقى طبيب مثالي على مستوى الجمهوريه. نعم. ان بيبقى في عده كاتيجوريز هم بيختاروا منها، يعني بيختاروا من اساتذه الجامعات، بيختاروا من اطباء الصحه. نعم. بس بيبقى في ترشيح اسمه ترشيح النقابه العامه للاطباء المثاليين. نعم. ده كاتيجوري كده كامل. نعم. بعد كده بيبقى في اطباء مثاليين على مستوى كل محافظه، يعني مثلا نعم. هنا في الاقصر الدكتور محمد عبد النبي كان معانا الطبيب المثالي على مستوى محافظه الاقصر. نعم. على مستوى نقابه الاقصر. نعم. بس انا كان ترشيحي من النقابه العامه كطبيب مثالي على مستوى الجمهوريه ضمن الاطباء المثاليين على مستوى الجمهوريه. نعم. يعني السيرة الذاتية ما شاء الله يا دكتور، لكن بالتأكيد أكيد هناك بعض العناصر التي ارتكنت إليها النقابة كي تفوز بهذه الجائزة. يعني طبعا هي برضو أنا عايز يعني أشكر النقابة، لأن هم أنا لي 20 سنة نقابي، يعني أنا خريج 2000 دفعة 35 طب أسيوط. نعم. ليا نشاطات كتير برضو، عشان برضو بعض الزملاء يعرفوا إزاي النقابة بتختار، يعني ما تنساش مجاملة ولا أي حاجة. نعم. لازم تكون لك أيادي بيضاء مع زمايلك وتكون متعاون معاهم، بتكون نقابي بمعنى الكلمه، حتى لو ما اشتركتش في انتخابات النقابه بتشارك في الانتخابات وبتحب زمايلك على الانتخابات. نعم. بتحب زمايلك على النشاط النقابي. نعم. دي حاجات مهمه بترتكن اليها النقابه في اختيار الطبيب المثالي. يعني بالاضافه للنقطه الجوهريه الرئيسيه والتخصص الفني بالتاكيد التقني، يعني هناك ايضا ما يتعلق بالبعد الاجتماعي يا دكتور. النقابه انت ليك مثلا ملفك ابيض في النقابه، ما عندكش شكاوي من اي حد من الجمهور، من المرضى، ما عندكش اي شائبه تشوبك في مجال عملك، الحاجات دي كلها برضه هم بيحطوهم في عين النظر لازم يعني. نعم نعم. ايضا لك نشاط اجتماعي ونشاط ادبي، ايضا انت عضو نادي الادب ايضا في النقابه. ولك من زمان احنا عضو نادي ادب اسيوط ونادي ادب كليه طب اسيوط، من المؤسسين الاوائل في نادي ادب كليه طب اسيوط. نعم. كنت واخد المركز الثاني على مستوى الجامعه في سنه 99 عن قصيده اسمها عشرون عاما يا ابي. نعم. في على مستوى الجامعه، ايام كانت جامعه اسيوط بقى اسيوط وسوهاج. نعم. وجينا جامعه دلوقتي كانت تبع جامعه اسيوط ايامها يعني. 20 عاما يا ابي في النهايه، لكن قبل ان ننهي هذا الحوار يا دكتور زاهر حمدان اسماعيل الطبيب المثالي على مستوى الجمهوريه، بالتاكيد الفوز بالجائزه يعني له بالتاكيد يعني عناصر مهمه، منها طبعا صاحب الجائزه حضرتك والمؤسسه التي تعمل بها، يعني الى اي مدى المؤسسه كانت عاملا مساعدا في فوزك بالجائزه؟ والله هو انا لحضرتك المؤسسه طبعا ده شيء يعني مقدر، وخاصه ان احنا التامين الصحي الشامل هنا بنقصر يعني صراحه ما شاء الله، يعني مشروع كده وارد ونتمنى له انه ينجح اكتر واكتر، يعني هو البدايه فعلا بتبقى صعبه، بس لا اللي بيتعمل على ارض الواقع فعلا شيء جميل جدا، وكنا نخلق بيه من سنين يعني. نعم. نتمنى انه كمان يسرع بسرعه على مستوى الجمهوريه عشان يبقى ياخد كل الشعب المصري. نعم. وانا عايز اؤكد برضو ان مستشفى ازيس يعني التخصصي هي مستشفى حكومي، او لها الرئيس يعني اهتماما خاصا بتطوير هذا المستشفى ايضا. هي تخصصها اكثر يعني النساء، يعني اكثر النساء وعنايه مركزه وكلى، امراض الكلى.
نعم غسيل الكلوي، نعم ده نعم الكاتيجوري، وده شيء كويس ان احنا عندنا مستشفيات تخصصيه. نعم المريض بيطلع من بيته وعارف نفسه المستشفى اللي رايحه دي حاله نساء راحه ابليس، نعم حاله قلب راحه المكان الفلاني، حاله اطفال راحه للجسد، نعم ده شيء نعم كويس جدا في التامين الصحي الشامل بصراحه. طيب اخيرا يا دكتور نعود الى قصيده 20 عاما يا ابي، ويعني هذا الجانب الاخر ايضا المضيء في شخصيه حضرتك، يعني نختم بها هذا اللقاء، وتبدو القصيده من اول وهله انها عرفان للجميل للاب طبعا والمعلم في نفس الوقت. انا والدي كتبتها، كان والدي متوفي وانا عندي 50، فدي كتبتها في سنه 99، كان عندي 20 سنه متوفي، نعم. انا كنت بصدق بيها. رحمه الله رحمه واسعه. رحمه الله. تفضل يا دكتور. نبض بين الحروف يلملمها فتتفق، ألف وباء في ألفة منذ ابتداء الخلق لم تفترق، مثل تعود أن يجف الدم في أحداقه إن راح في صدر أبيه تدلل أو اعتنق، وتشابكت أيدي تداعب الأحلام في ثنايا الوجه المندفق، يوما تغيب واشتهته صغيرة في صدر أم تلتصق، تشبثت بالباب تخفي ملامح الخوف الموشح في الثبات وربيع قلب يحترق، أضيفت إلينا بعد اليوم صفة اليد واقتراب الوجه في المرآة صار شيئا مختلق، لم يعد يعزف لحن العمر في أيام الهناءة، صارت الأيام ليلا لا يرتفق عندما تأتي الظهيرة والمساء، كل أقران يلفهم صوت النداء، هذا أبي لم نعد نهوى البقاء، وأظل وحدي دون جدوى أنتظر صوت النداء، فلتعد طفلا يتيما، فلتعد دوما وحيدا، فلتعد دون البكاء، وتذكر أن أردت الحلم يوما دائما صوت النداء، 20 عاما يا أبي، تلك الحروف يجهلها فمي، قاموس كلماتي تنقصها همسات تثير مسامعي، حتى ظلال الليل قد فقدت أبي. نعم. يعني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بهذه الكلمات الرقيقات التي تحمل وفاء. أنا بوجه الشكر لوالدتي اللي هي الست اللي صبرت وربطني أنا وإخواتي نعم وفي رعاية شبابها، يعني والدي لما والدتي كان عندها 25 سنة لما والدي توفى، نعم كافحت وربتنا وخلتنا يعني مثال في المجتمع، طيب مش مثال سيء بالعكس، نعم. هي أنا دائما هي القدوة بتاعتي الحمد لله. نعم ربنا يبارك في الوالدة وفي الأسرة الكريمة، وبالتأكيد هذا الجو المثالي لابد أن يخرج لنا طبيبا مثاليا بالتأكيد. الأستاذ دكتور زاهر حمدان إسماعيل الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية، استشاري أول الأشعة التشخيصية بمستشفى إزيس التخصصي بالأقصى، شكرا جزيلا دكتور ونلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا وألف ألف مبروك، طبعا شيء جميل وشيء ممتع. نختتم هذه الفقرة فقرة الصحافة بهذا اللقاء زي ما قلنا مع ضيفنا العزيز الدكتور زاهر حمدان إسماعيل الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية. أشكر طبعا زميلي محمد فريد من أسرة الإذاعة الذي ساهم في إعداد هذه الفقرة، طبعا مع معد البرنامج النشيط دائما الأستاذ عطاء القاضي. تستمر الرحلة في شارع الجنوب مع مخرجنا خالد فرح وكرو كله، وبعد الفاصل سنلتقي مع المشاركة السياسية والوعي السياسي وكيف نرفع الوعي السياسي مع ضيفنا العزيز الدكتور عز الدين حامد عبيد عضو مجلس محلي سابق وعضو بأمانة حزب حماة الوطن ورئيس مجلس الأمناء بإدارة كومبو التعليم، يكونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل.